واش مستعدين تجربوا حظكم وتعيشوا في ميريكان؟ خلينا نبدأ معاكم فيزا لوتاري ديال 2024. أول حاجة، سيروا للصفحة الرسمية dvprogram.totstate.gov. تأكدوا عندكم تصويرة جديدة، بسبور صحيح والمعلومات الشخصية ديالكم. من بعد، عمروا المعلومات ديالكم بحالة السمية، الجنس وتاريخ الميلاد. بلا ما تسرعوا، عاودوا شوفوا كل شيء باش ما يكونش شيء غلط. لما كتسجلوا التصويرة ديالكم، تأكدوا إنها كتوصل مع الشروط، خلفية واضحة، بلا نظاظر وتعبير محايد. من بعد، دخلوا معلومات الباسبور ديالكم. ما تنساونش، غير الباسبورات لي ما سالاش المفعول كي تقبلوا. دابا، زيدوا معلومات الاتصال ديالكم، إيميل والنمرة ديال تليفون. غادي تحتاجوا هادشي باش يوصلوكم إذا ربحوا. فالأخير، عاودوا شوفوا الطلب ديالكم مليح. ملي كتأكدوا إن كل شي صحيح، ضغطوا على السجل. غادي يوصلكم نمرة دي التأكيد. خبيوها فشي بلاصة مضمونة، غادي تحتاجوها باش تشوفوا الحالة ديالكم من بعد. بريك تايم. وهكذا، بالتوفيق، وشكون عارف؟ يمكن تكونوا انتو الرابحين الجداد اللي غاديين لميريكان.